عياش واحدة من المناطق المغربية التي شهدت بطولات وأمجاد دفاعا عن الدين والوطن. ساعدها ذلك موقعها الجغرافي الذي يقع بين أهم الثغور المغربية الشمالية والتي كانت مستهدفة من الغزو الأجنبي الإيبيري: سبتة، القصر الصغير، طنجة، أصيلة والعرائش. وهي جزء مهم من بلاد الهبط المشهورة تاريخيا، توجد على مقربة من أكثر المناطق كثافة سكانية أو جزء منها حينئذ، محاد للمناطق الجبلية الريفية، معقل الشرفاء الأدارسة الفارين من الاضطهادات التي عرفت في حقهم. وقبل هذا كانت القاعدة الأساس للفاتحين لبلاد الأندلس، منطقة شبه ساحلية توجد في الريف الغربي تتخللها تلال ما قبل الريف وجبل ابن ومراس، تتميز بخصوبة أراضيها الساحلية وتتوفر على ثلاثة أنهار غير دائمة الجريان. الأول يسمى خروب نسبة إلى قلعة الخروب أو القليعة والتي أسسها المجاهدون، أو الوادي الكبير أحد روافد نهر تهدارت. والثاني والثالث يسمى عياشة وأشرقان، وهما رافدين من روافد نهر غريفة الذي يصب شمال أصيلة بالقرب من بريش وينبعان من جبل بني قرفق وجبل بني ومراس. إمكانيات ساهمت بأن تلعب عياشة دورا مهما وفي أن تكون مركزا للعمل الجهادي والنضالي ضد الغزاة. انتشر مصطلح العياشة بمفهومه الجهادي والنضالي ضد الاستعمار الأجنبي من هذه المنطقة إلى باقي ربوع المغرب وخارج المغرب، ليتخذ شكلا جديدا بالمفهوم الدارجي، وهو العياشة الذين يشيعون كل شيء ويرفعون شعارهم الخالد: عاش الملك ولا عاش من خانه. وتحولت تعيشة إلى مهنة من لا مهنة له، وتحول معها العياشة إلى دروع إعلامية ووقائية تدافع عن المقدسات بشراسة. وهناك من تخصص في تعيشة وفن تعيشة، بقدر ما هناك أشخاص يتماهون مع تعيشة حتى أكثر من الملوك والأمراء أنفسهم ورجال السلطة مقابل ما هو مادي. من طبيعة الحال انتقال تعياشة إلى مهنة تدر على أصحابها الأموال وتعرف مساندة من قبل المخزن دفعت بالكثيرين بالتودد للمخزن ومحاباة السلطة والاقتراب منها والدفاع عن كل ما هو رسمي ومخزني، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الرياضي أو الثقافي أو حتى في الشؤون الخارجية. وهناك بعض العياشة يمتلكون قنوات في اليوتيوب وحسابات في الانستغرام والتيك توك وصفحات بالملايين في الفيسبوك. اختلطت تعيشت بالعمل الصحفي والإعلامي، وهو هناك من العياشة من يظن نفسه ويعتقد أنهم صحفيون فوق العادة لا يشق لهم غبار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.